السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نغير إعدادات الانفيرومنت الموجود. طيب عشان نعمل كده، طب احنا في فيديو شغال دلوقتي عايزين نوقفه، تمام؟ فهاجي هنا اقول له افتح لي الريندر، بيقول لي ده الفيديو اللي شغال، فممكن اقول له اعمل له التوقف مؤقت. وبعد كده هروح قايل له هنا انا عايز الانفيرومنت، اول حاجة التايم اوف داي، فممكن نخليها بقى بالليل او الصبح بالشكل ده. نغير التوقيت اللي احنا عايزينها، البريتنس بتاعت الشمس نفتح شوية، السان اكس، السان شادو، نبدأ نشوف التوزيع بتاع الظلال الشادو، الكلاود عايز الكلاود قليلة ولا كتير، ارتفاع الكلاود مش هنخليها تلمس الأرض يعني، تمام. في شهر ايه في الوزر، في الصن ولا فوقي بالشكل دوت، ولا كأن في مطرة، انا بحب المطرة اسيبها. ال HDRI الخلفية اللي ممكن نضيفها، في اكتر من صورة بيعملونا زي الخلفية اللي موجودة، ممكن مباني، ممكن صحراء، ممكن مدينة. نبدأ نضيف شكل كده في الاخر خالص. البوزيشن بتاعنا ممكن نحرك الاكس والواي بتوعنا بحيث ان تحرك الصور ديت. ده بيبقى مفيد جدا في تحديد الخلفية بتاعت المكان اللي احنا مختارينه.